السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله شلونك الشيخ إن شاء الله تكون بخير الحمد لله تفضل أنا عمار من العراق تفضل أهلا وسهلا أخو شيخ نمثل المهدي المنتظر عند أهل السنة والجماعة هل هو من علامات الساعة الكبرى من صغرى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد في شأنه استقلالا ليس فيه خبر يفيد جوابا على ما ذكرت الا اذا ربط بالمسيح الدجال والمسيح ابن مريم عليهما السلام على على المسيح عيسى السلام وعلى الدجال لعنه الله فأقول وبالله التوفيق قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم اذا نزل فيكم ابن مريم وامامكم منكم فيقدمون عيسى للصلاه فيقول بل بعضكم على بعض ائمه تكرمه الله لهذه الامه فاذا سلم ان هذا هو المهدي فيكون يكون متزامنا مع عيسى عليه السلام وعيسى كما لا يخفى عليك من أشراط الساعه نزول من أشراط الساعه الكبرى قول الله تعالى وإنه لَعِلْمٌ للساعة فلا تمترن بها ولأن عيسى يزامن خروج جوج ومأجوج وهي من علامات الساعة الكبرى والله أعلم شكرا الله يبارك في